أغلق العشرات من أصحاب محطات تعبئة الوقود الأهلية مكتب المنتجات النفطية في محافظة ديالى ردا على فرض غرامات كبيرة على محطاتهم لأسباب لا يعرفونها. تظاهرنا مظاهرة سلمية طالعين نطالب حقوقنا، ولا في يوم جت ليشنا من بغداد ولا جاء مسؤول فتش على مكتب ديالى، ما فتش ولا اجتمع بمحطات الأهلية وقال ايش محتاجين وايش عندكم ما عندكم، نهائيا ماكو. ومدير فرع صار له 11 سنة يغرم بينا، اكو غرامة مليارين وربع. الغرامات أذونا شنو كل محطة 100 150 مليون 300 مليون، المحطة شنو هي؟ شنو قيمتها؟ شنو اللي انت اللي طلعت هيك مبالغ غرامات؟ منين نجيبها؟ انا راهن بيت هسه، انا راهن بيت قاعد بيه، انا راهن اسد غرامات وهسه طالع غرامة بالجديدة علينا 127 مليون عليه ما ليش. زين انت عندك اوامر اداريه، اوامر اداريه بالغرامه من تطلع تبلغها بالمحطه، ليش ما تبلغها؟ ليش ما تقول عمي عليك هجمان بيت؟ ليش انت مسويها لسته وكل محطه نطلع لها 80 90 مليون شنو ذنبنا؟ من جانبه اكد مكتب المنتجات النفطيه بان المتظاهرين اعتدوا على احد الموظفين بالضرب عند دخوله البنايه. مظاهره لالغاء غرامات فرضت على محطات مشيده، وهذه الغرامات قانونيه وفق برنامج الرقابه الالكترونيه. لاحظنا تذمر للأسف أصحاب المحطات المشيدة وامتناعهم عن دفع هذه الغرامات وتظاهرهم أمام الفرع ومنع الموظفين من الدخول كوسيلة للضغط على إلغاء هذه الغرامات. أثناء دخولي بالدائرة بالدوام الصباحي تم اعتراضي من قبل مجموعة من الأشخاص يدعون أنهم هم متظاهرين. فأثناء الاعتراض قلت لهم هاي رياض، أنا مدير حسابات وكيل مدير فرع. فقام يصرحون من دس من دس من دس وضربوني بصدري ودفعوني دبوني بالطين. الصراعات السياسية والعشائرية بدأت تلقي ظلالها على الشارع في المحافظة من خلال التظاهرات بين فترة وأخرى لاستبدال مدراءها مع بدء العد التنازلي للسباق الانتخابي. من محافظة ديالى حسن الشمري، التغيير الفضائية.